بعد أن أجبر اليوتنو العسال ولده عبد القادر على تطليق زوجته الثانية راضية، مرض عبد القادر مرضا شديدا، أمسك عن الأكل وعن الكلام، أصيب بالهزال وصار جسما منفك يتضاءل. أما راضية التي كانت وقتها حاملا في شهرها الثالث فقد رحلت عن الرباط بعد أن وضعت مولودا ذكرا، توجهت إلى طنجة. في المصحة التي نقل إليها حكى عبد القادر مأساته لأحد الأطباء. لما وجه اليوتنان بما كان يتجاهله علم أنه تسبب في مأساة كبيرة. ملفات بوليسية، قصص من ملفات الشرطة المغربية، كتبها الأستاذ عبد اللطيف بوحموش، صاغها للإذاعة ويقدمها عبد الصادق بن عيسى. ملفات بوليسية، القصص التي نقدم لكم هي من صلب الواقع. تعمدنا تغيير أسماء الأشخاص وأحيانا الأماكن، وإذا ما وقع تشابه أو تطابق في الأسماء أو الوقائع فإنه من باب الصدفة ليس إلا. ملفات بوليسية. عائد من الجندية، الحلقة الثانية والأخيرة. لما عاد حسن بن عبد القادر العسال من الجندية عاد برتبة اليوتنو، عاد وقد فقد ساقه اليمنى في حرب الهند الصينية. كان ولده الوحيد عبد القادر في الثامنة أو التاسعة في المدينة العتيقة للرباط، حيث كان قد اشترى منزلا من جزء من المال الذي اكتشفه على جثة جندي ألماني. كان منزله معروفا بمنزل اليوتنان العسال، كان رجلا معروفا بصرامته. لم يتمكن من التخلص من إيقاع الجندية الذي عاش عليه خلال تلك السنوات التي قضاها في صفوف الجيش الفرنسي. كان يتخذ أفراد الأسرة جنودا هو قائدهم، كان عليهم أن ينفذوا الأوامر دون ما نقاش ولا معارضة ولا استفسار حتى. أقوى لحظات انشراحه كان يخصصها لاستحضار نشوة لا تبلى لديه منذ أن حصل على تلك النياشين، ومنذ أن تم توشيحه بوسام الدرجة الاستثنائية بحضور الجنرال دوغول. في تلك البيئة التي تشبه إلى حد كبير الأجواء في ثكنات النصف الأول من القرن الماضي، ترعرع عبد القادر بن حسن العسال الولد الوحيد لليوتنان. لما شب الفتى ارتأى والده أن يزوجه. في الحقيقة كان يحس بضرورة تأمين الخلف، ودون أن يسأل الولد رأيه فكر ثم قرر ومضى إلى التنفيذ. زوجه إحدى بنات عماته، اختار الطريق الأسهل. لم يكن لعبد القادر أن يعارض، كان عليه أن يمتثل. بعد عام أو ما يقرب منه كان اليوتنان العسال يستقبل حفيده الأول. سيكتشف الأبوان بعد بضعة أشهر أن المولود يعاني من علات شتى، وأن تكوين دماغه سيجعله متخلفا عقليا. كانت خيبة أمل كبيرة. بعد عامين من الزواج رزق عبد القادر بمولود ثان، وكان يعاني من تشوهات خلقية. استشار الزوجان الشابان الأطباء، كان هناك شبه إجماع على أن الزوجين لقرابتهما الدموية قد لا يرزقان أبناء أسوياء. توافق عبد القادر وزوجته على أن يتزوج من أخرى علّه يرزق بولد سوي. لم يكن ليوتنان يعلم بما تم التوافق عليه. لم يكن عبد القادر الابن ليجرؤ على الحديث إلى والده في هذا الأمر، ولكنه كان قد قرر أن يتمرد بطريقته. تقدم إلى إحدى قريباته وطلب منها أن تخطب له فتاة تكون زوجة ثانية له. بعد بضعة أيام كان يعقد قرانه على فتاة تنتمي إلى أسرة فقيرة اسمها راضية، كانت تسكن بدورها في المدينة العتيقة للرباط. كان يقضي ليلة عند الزوجة الجديدة وليلة عند زوجته الأولى. مرت فترة قبل أن يفتضح الأمر، فقد وبخته والدته لما علمت.
ثم بلغ إلى علم اليوتنو أن ولده عبد القادر شق عليه عصا الطاعة وتمرد وتزوج امرأة ثانية دون إذنه ولا علمه. بالنسبة لليوتنو العسال فإن تلك كانت قمة العصيان والتمرد. لما علم اليوتنو حسن العسال كانت راضية الزوجة الثانية لابنه حاملا في شهرها الثالث. لم يكن يعلم ولم يكن يبدي حرصا على أن يعلم. تحركت بداخله روح العسكري الذي لا يقبل أن يعصى له أمر. أقسم بأغلظ الإيمان أن يطلق ولده من تلك التي تزوجها خلسة. دعا عبد القادر وأمره بصيغة لا تحتمل قراءة أخرى أن يأتيه في الغد بوثيقة تطليق راضية. لم يكن من خيار أمام عبد القادر، وقد وضع مرة أخرى في موقف الجندي الذي عليه أن يمتثل للأوامر بلا تردد ولا نقاش. توجه إلى مكتب العدول وأعلن أنه يطلق زوجته راضية بنت المختار الزعيم. حدث هذا سنوات قبل أن تعتمد مدونة الأسرة في المغرب. بعد يومين أو ثلاثة كان أحد أعوان اليوتنو يطرق باب أسرة راضية ويبلغها بأن عبد القادر العسال زوجها قد طلقها. كان لذلك وقع الكارثة على عائلة المختار زعيم. لكن الذي لم يكن يعلمه اليوتنو العسال ولا حتى راضية وعائلتها أن عبد القادر بعد أن طلق زوجته سأل العدلين عما إذا كان بمقدوره أن يراجعها، ولما أخبراه أعلن أنه يراجعها وأشهدهما على ذلك. لم تكن عائلة راضية تعلم. مرت ثلاثة أشهر، صار الحمل ظاهرا على راضية التي توارت عن الأنظار، وانقطع كل خبر عن عبد القادر. كان اليوتنو وقد فرض على ولده نوعا من الإقامة الجبرية في البيت، فرض عليه أن لا يبرحه إلا بإذنه، وبذلك حال بينه والتواصل مع راضية. ومن جراء ذلك الوضع مرض عبد القادر مرضا شديدا ألزمه الفراش. سعى والده إلى أطباء كثيرين من تخصصات مختلفة علّه يجد شفاء لولده السقيم. في منزل المختار زعيم غابت الزغاريد لما وضعت راضية مولودها، كان ذكرا. لم تكن تلك الأسرة الفقيرة ترغب في الاحتفال. بعد أيام رحلت راضية عن البيت لتستقر عند خالة لها في حي مجاور. بعد بضعة أسابيع وقد صارت لا تطيق البقاء في الرباط قررت أن تختفي. ذات صباح حملت الرضيع بين يديها ثم خرجت. توجهت إلى منزل اليوتنو والد زوجها، كانت تريد أن تضع الوليد في الباب ثم تختفي. لما وصلت فاجأها وجود أناس من أعوان اليوتنو عند الباب، ولذلك حولت وجهتها إلى مسجد الحي الذي لا يبعد كثيرا. كان باب غرفة الآذان مفتوحا، تسللت إليها، وضعت الرضيع وكانت قد دست في ملابسه رسالة موجهة إلى عائلة اليوتنو: خذوا ابنكم. نظرت إلى الرضيع نظرة أخيرة ثم توارت وذابت في الزقاق المحاذي للمسجد. توجهت إلى محطة القطار وأخذت وجهة طنجة. في منزل اليوتنو ساء حال عبد القادر فنقل إلى إحدى المصحات. كان ممتنعا عن الأكل منذ مدة، أصيب بالهزال ولم يعد يقوى على الكلام. في المصحة وضع رهن العناية المركزة. كان اليوتنو يعاني في صمت، بدأ يفقد صلابة الجندي. في المصحة تمكن طبيب من أن يربط علاقة ود مع عبد القادر، أقنعه بأن ينهي إمساكه عن الطعام. ثم بعد بضعة أيام استطاع أن يعلم منه سر مرضه. علم أن والده أجبره على تطليق راضية بينما كان ينتظر منها مولودا، ولذلك فوجئ اليوتنو في اليوم التالي بحدة خطاب الطبيب الذي وبخه على ما قام به. وقتها فقط أدرك اليوتنو العسال حجم المأساة التي تسبب فيها. في طنجة التي وصلتها مساء لم يكن لراضية عنوان معلوم تمضي إليها. لفت انتباهها مسجد السوريين بهندسته المختلفة عن باقي مساجد المدينة. في العام 84 كانت قد مرت بضع سنوات على تشييده. تقدمت إلى منزل الإمام، طلبت منه أن يأويها. كان يسكن هناك مع زوجته وثلاثة من أطفالهما. في تلك الليلة حكت راضية مأساتها.
تأثر الإمام لما سمعه منها، ولذلك سعى لدى محسن سوري هو رجل أعمال كان ممن ساهموا في المسجد ليساعدها، فجاءته بأن طلبت منه أن يشغلها، صارت خادمة في منزله، ولاقت من أهله معاملة طيبة. وذات يوم قرر رجل الأعمال الانتقال إلى إسبانيا لدواعي تتعلق بأعماله، وبينما كان يهم بإعداد الأوراق لراضية لتسافر مع الأسرة، فاجأه أن وجد صورتها في إحدى الجرائد. كان اليوتنون قد نشر تلك الصورة محاولا العثور على المرأة واسترجاع الوليد. كان الإعلان مرفوقا برقم هاتفي. اتصل به رجل الأعمال السوري، دل اليوتنون على عنوانه. في الغد كان اليوتنون العسال وزوجته بالباب، جاء معتذرا. ولما علمت راضية ما آل إليه عبد القادر رقت لحاله ووافقت على العودة إلى الرباط. ولكن صدمة اليوتنو كانت قوية إذ علم من راضية أنها أودعت الصبي غرفة المؤذن في المسجد المجاور، كانت تحسب أنه في كفالته الآن. قالت إنها تركت معه رسالة موجهة إلى عائلة اليوتنو العسال. كاد الجندي السابق يجن، خاصة لما علم أن راضية ولدت صبيا. في الرباط أجرى اليوتنو اتصالات مع كل معارفه، كان يريد الوصول بأقصى سرعة إلى حفيده. عرض الأمر على المصلحة الولائية للشرطة القضائية. انطلقت التحريات من غرفة المؤذن بالمسجد المجاور لمنزل اليوتنو. علم المحققون أن الفقيه لما عثر على الصبي سلمه إلى الشرطة، وبالرجوع إلى السجلات اتضح أن الصبي سلم لزوجين ثريين طلبا التكفل به. بدأت معركة قضائية بين اليوتنو والزوجين اللذين تبنيا الصبي. كان ما عقد القضية أكثر أن الزوج الثري سجل الصبي في دفتر الحالة المدنية باعتباره وليدا متخلى عنه. كان اليوتنو يقسم بأغلظ الأيمان أنه على استعداد لينفق كل ثروته من أجل استرجاع الحفيد، وكان الرجل الثري الذي تكفل بالصبي مصرا على الاحتفاظ به. في ساعة الحسم لجأ القاضي إلى حل يقضي باستعادة اليوتنو حفيده، وبأن تتاح للزوجين اللذين تكفل به زيارته متى شاء ذلك. كان عبد القادر ينتظر، وقد تحسنت حالته الصحية بعد أن علم بعودة راضية. يوم استرجع الوليد توجهت به راضية إلى المستشفى. في ذلك اليوم احتضن عبد القادر ولده للمرة الأولى، سماه المختار إرضاء لوالد راضية التي علمت أن عبد القادر راجعها يوم طلقها. كان الذي حدث درسا وعبرة لليوتنو حسن العسال. بعدها فقط أدرك أن الأسرة لا تساس بإيقاع الثكنات. ملفات بوليسية.